الحمد لله. بالنسبة للعملية الانتخابية داخل محافظة الشرقية تمت بصورة جيدة جدا، وتم التجهيز ليها من فترة، وتم تجهيز المقرات والتنسيق مع جميع المديريات وجميع القطاعات. والحمد لله غرفة العمليات بدأت العمل قبل الانتخابات بيومين، وتم تجهيز الاتصالات ما بين غرفة العمليات وما بين اللجان كلها. فبالتالي كانت الأمور ماشية بصورة جيدة جدا. الملفت للنظر ان غرفة العمليات لم تتلقى اي شكوى حتى الان منذ بدء الانتخابات، وحتى الان في اليوم الثالث عملية الانتخابات بتتم بصورة جيدة جدا، في اقبال جيد جدا. انا بعتقد الشكل اللي احنا شفناه او المنظر اللي احنا بنشاهده يليق تماما باهلنا في الشرقية، الواعي، المشاركة، الاحتفالية، منظر جميل جدا. وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا في محافظة الشرقية عندنا اكتر من 1000 لجنة، احنا عندنا 1016 لجنة، وده رقم كبير. الحمد لله ال 1016 لجنة العمل بيتم فيهم، عمليات التصويت بتتم فيهم بصورة منتظمة جدا، في تلاحم كبير جدا ما بين الجميع، ما بين الاحزاب، ما بين السادة النواب، ما بين المجتمع المدني، ما بين المحليات، الاجهزة الامنية. وهو ده اللي خلى المشهد يطلع بالصورة الجميلة اللي احنا كلنا شايفينها، واللي أدت لعدم ظهور مشكلة واحدة حتى الآن الحمد لله. بنأمل إن شاء الله إن كما تعودنا من أهلنا في محافظة الشرقية إن هي تتصدر عدد الناخبين والمشاركة على مستوى الجمهورية، وأعتقد إن هم قادرين وعندهم الوعي الكامل على ذلك. وإن شاء الله مصر إن شاء الله كلها تحتفل بهذه المناسبة والمشاركة الديمقراطية الجميلة.